بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شعيب بن حرب: من طلب الرياسة ناطحته الكباش، ومن رضي أن يكون ذنبا أبى الله إلا أن يجعله رأسا. وقال محمد بن الربيع بن الحكم: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. وهذا القول مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. لذلك يا أخوة يا أخوات، لا تحرص أبدا أن تتملق الرؤساء وأن تداهن المدراء، وإنما كن مع الله، وهو الذي يرفعك كيف يشاء متى شاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. إن كانت تصلح لك هذه الوظيفة وهذه الرئاسة وهذه الإدارة، فالله عز وجل سيعطيك إياها بحكمته عز وجل، وإن كانت لا تصلح لك وليست لمصلحتك فإن الله سيصرفك عنها. كن مع الله ولا تبالي، أتقن عملك وأخلص نيتك وثق بالله ولا تستعجل، وسيفتح الله لك الأبواب في الوقت المناسب الذي يختاره هو لك وليس الذي تستعجله أنت. فاختيار الله هو الأنسب، ووقت الله هو الأفضل. المهم الإخلاص، وأن تكون حركتك كلها لوجه الله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت. وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري. فإن كانت نية المتحرك هي لرفع كلمة الله وتقوية المسلمين وعز الإسلام من دون النظر للذات، وإنما النظر لوجه الله الكريم، فهذا الساعي هو المبارك المحبوب عند الله الذي تتنزل عليه المعونة والتوفيق والسداد، وتأتيه الدنيا وهي راغمة ولا يريدها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. صححه الألباني. الذئب الجائع إذا دخل في الغنم، في وسط الغنم، ماذا سيفعل؟ سيقتل ويهتك. والأغنام هي مثال عن الأخلاق، عن الصفات الطيبة الصالحة في الإنسان، الفطرة السليمة. فحب الوجاهة وحب السلطة والأنا والفخامة والفخر والكبر، أريد المجد، أبني الشرف والمجد لذاتي لأنا، هذه كلها الله لا يحبها ويبغضها، وإبليس الله لعنه وطرده بسبب الأنا المتفخمة عنده. إما أن تكون حياتك لله، وإما أن تكون للدنيا والعلو فيها والأنا. لذلك تجد أكثر من دخلوا في المناصب العالية يفتنون مباشرة، حرصوا عليها ويعني وبذلوا كل جهد للوصول إليها فتنوا. بداية الأمر حماس وثقة بنفسه، بعد ذلك تدريجيا يأخذ الرشوة ويأخذ المناقصات المحرمة، وتحول إلى فاسد مرتشي مفسد مؤذي لعباد الله، ظالم يأكل حقوق الناس. أنت لا تعتقد
أن الفساد هذا محكور عندك، لا، الله سبحانه وتعالى سيكتب هذا الفساد والآثار المترتبة على هذا الفساد، كما قال سبحانه: سنكتب ما قدموا وآثارهم. لو رست عليك أي مناقصة حصل فيها فساد وهذا الفساد امتد على الشعب وعلى الناس، كلها في ميزان سيئاتك أنت. هذا الإنسان يا إخوة موقفه خطير جدا جدا، حب الوجاهة وحب السلطة يخالف منهج الله، لأن الله ذم حب العلو في الأرض، فقال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفي نهاية المطاف عند لحظة الموت يتبين لهذا المدير وهذا المسؤول الفاسد أنه كان يبني مستعمرات على جناح بعوضة، وتتبين له حقيقة الدنيا. يرى عند لحظة الموت وصعود الروح إلى السماء أن كوكب الأرض الذي ضحى بحب الله من أجله ما هو إلا ذرة هباء في ملكوت الله ومجرات الله، مليارات من المجرات التي تحتوي على المليارات من الكواكب. نحن لا شيء يا أخوة، هذه هي الحقيقة، لا قيمة لنا إلا إذا اتصلنا بالملك الأعظم، هنا فقط تكون لنا قيمة. الحب الإلهي هو الباقي، وكل ما عدا الله هالك لا قيمة له. الله أوجدنا له هو سبحانه وتعالى، فإن لم نكن له هو فكل ما عدا الله هالك. ما قدرنا الله حق قدره، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ستكتشف أنك خسرت الحب الأعظم من أجل هباءة وذرة، يا له من خسران عظيم. هذا هو والله الخسران المبين. هذا هو والله الخسران المبين. هذا هو